مرحبا جميعا، نحن هنا من أجل قضية جيدة. القادة يثابرون من أجل إنقاذ الكوكب. الأفراد يعانون ويأخذون ما يمكنهم أن يأخذوه من أجل البقاء. وعندنا من ينكر ومن لا يؤمن بأن الأزمة المناخية تضر بنا. لدينا قصص نشاطركم إياها. أنا من بين الشباب الذين يقلقون على المستقبل. أنا أول فتاة، أنا فتاة أفكر كالكبار، لأن المستقبل مظلم وهنالك حريق وعلى في كوكبنا الأرض. كنت صغيرة حين شاهدت على وفاة الكثيرين في ظروف صعبة، وهذا قوض مضجعي وأردت أن أعمل لمكافحة تغير المناخ على المستوى الفردي. كل شخص لديه دور يلعبه من أجل إنقاذ كوكب الأرض. وعند هذه المرحلة بدأت بمشروع يعود اليوم إلى، وكنت في 15 من العام، رحت أزرع النباتات كطريقة لمواجهة تغير المناخ. أود أن أزرع أكثر من 1,000,000 نبتة. ما هو هدفكم أنتم؟ إنها قاعدة طبيعة أن نعيش من أجل الآخرين، لأن النباتات لا تأكل غذاء خاص، والأنهار لا تشرب من مياهها. وليس عادلا بالنسبة إلى الشباب أن نرى أن أنهارنا ملوثة. ليس من عدالة حين أنه يسيس الأمور. العدالة هي أن هل من العدل أن يختار قادة العالم الأرباح على الحياة؟ مؤتمر الأطراف 27 هو مؤتمر أفريقيا، وإذا وفر النتائج فإن علينا أن نواجه حقيقة النفاد، أن لا وجود لعمل من جانب القادة. هنالك حالة طوارئ بسبب الأحفوريات، وإن أفريقيا تساهم بنسبة أقل من 40% من غازات الدفيئة، علما أننا أكثر من يعاني. المستقبل هو على المحك، خصوصا حين يتعلق الأمر بالأطفال. نحن حين نتكلم عن الأمر قد نتجاهل الموضوع أو قد ننسى. فهذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمرا مختلفا. مؤتمر أفريقيا يجب أن يصغي إلى أكبر أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر أعمالنا. أيها السياسيون، حين تأخذون الكلمة فإن جيلي يطلب إليكم أن تتكلموا عن حالة الطوارئ. هذا الكوكب هو الكوكب الوحيد الذي سنحمل تركتكم فيها وإلى أطفالنا. وكيف تريدون أن تتذكروا؟ هل تريدون أن يذكركم الناس على أنكم قمتم بعمل سيء؟ أيها المندوبون، أصدقائي من المحافظين على البيئة، العالم ينتظر خطة عمل تعود بالفائدة للشعوب، خطة عمل مستدامة مستقبلا مضيئا. العمل مطلوب اليوم هنا في مؤتمر أفريقيا، ونستطيع أن نفعل ذلك معا. شكرا جزيلا.